بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة: والصديق من صدق غيبه. هذه الكلمات في وصيته للإمام الحسن صلوات الله عليهما. كثير ما يذكر الإمام علي صلوات الله عليه الصحبة والصداقة في نهج البلاغة، مثلا في نفس الوصية يقول: والصاحب مناسب. مثلا يقول: سل عن الرفيق قبل الطريق. الإمام علي صلوات الله عليه يقول: والصديق من صدق غيبه. شنو يعني والصديق من صدق غيبه؟ يعني بأن يحفظك الصديق في غيبتك كما يحفظك في حضورك. والصدق معناه تطابق الحالين، يعني مو يتكلم في غيبتك شيء وفي حضورك شيء آخر، بل تطابق الحالين، بأن يحفظك في غيبتك كما يحفظك في حضورك. والصديق من صدق غيبه. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.